اليوم رح نضوي على مشروع صبية أبدعت بصناعة الورد. قديه هي القصة بدها ذوق كتير كبير يا ليلى. تماما يا رشا، واليوم كتير عم نلاحظ من الصبايا هايدي كتير من الصبايا عم يحق يعني عم ينتجوا شغلات، مشاريع صغيرة ليحققوا حالهم، ليطالعوا يمكن مصدر رزق لإلهم، وأيضا يمكن هواي أو موهبة عم يحققوا فيها كتير من هذا الشيء. اليوم رح نضوي على إبداعات مميزة، يمكن صبية اليوم عم تشتغل قطع كتير مميزة وبتجذب الأنظار، ويمكن نحن كثير بنحب هاي القطع سواء بالمناسبات أو كهدايا. بيسعدنا نرحب بالصبية ريم بوايكي. يسعد صباحك يا ريم. صباحك يا رب. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي وبمشروعك الحلو والمميز. اليوم عم نشوف كثير من الصبايا والسيدات عم يلجأوا لهيدا النوع من المشروع. خلينا نحن بداية نتعرف على حضرتك، أمتى بلشتي بمشوارك؟ هلا كانت الفكره من 5 شهور ولكن التنفيذ كان من 4 شهور. ما لك زمان. هلا بلشت يعني اخذت معي وقت شهر تقريبا لحتى تعلمت هالقصه عن طريق يعني اليوتيوب والانستغرام، تعلمت هاي الشغله كثير حلو وهي بس يعني اكلت معي وقت. حي تمام. اليوم اذا بدنا نحكي شو اللي خلاك تتجهي لهالباقات كثير حلوين عم تعمليهم يمكن بطرق مبتكره مثل ما عم نشوف؟ انا هذا اللون بالنسبه لي هذا لوني المفضل، خلينا ناخذه على الكاميرا. كثير حلو حتى لفتت نظري العباره رقيقه كانها نسجت من الغيوم، يعني كل وقت ورد عم تحطي لها هيك عباره. خلينا نحكي شوي عنها. هلا بدايه انا من الاول عندي شغف وحب لهي الشغلات وبحب الصناعات اليدويه، لهيك بلشت فيه. ثاني شيء انه لقيت هي الفكره حلوه كثير بالنسبه للصبايا وهي كثير مرغوبه، بالاضافه انه راس المال تبعها يعني بسيط ومردوده يعني منيح نوعا ما. طيب خلينا نعرف اكثر عن مراحل صناعه هي القطع، قد ايه بتاخذي وقت لحتى تنفذي قطعه؟ قد ايه هيدا الشغل اليوم بده صبر، بده جهد، بده وقت اكثر؟ خبرينا كيف قد ايه بتاخذي وقت اليوم؟ هلا تقريبا كل باقه بتاخذ معي من الساعه ونص للساعتين يعني حسب الحجم. هلا لاشتغلها بدي مواد اساسيه هي مثل السيليكون والمقص والكرارات الساتان والاغلفه والاعواد الخشبيه. تمام. اذا بدنا نحكي اليوم عن الموديلات اللي عم تختاريها حضرتك، عم تواكبي يمكن الموديلات العالميه او بتحبي دائما تاخذي الشيء اللي انت من افكارك او حسب الطلب اللي بينطلب منك؟ خلينا نحكي. اكيد هلا عم نضيف لمساتي الخاصه بالاضافه انه عم واكب الموضه. دائما بتابع على الانستغرام شو في شغلات جديده. هلا مثل مسكات العرايس، في كثير مسكات عم تطلع ترند فانا عم قلدها، وبالاضافه انه بضيف لمساتي وحسب طلب الزبونه او العروس او هيك يعني اذا عندها ذوق خاص. طيب قد ايه هيدي القطع اليوم مطلوبه ان كانت باعياد الميلاد او ان كانت باي مناسبه شخصيه؟ قديش عم بيكون فعليا اليوم طلب من الناس؟ كيف عم تكون ردود افعالهم على شغلك؟ اكيد كل الصبايا بيحبوا يهدوا رفقاتهم، حتى الشباب عم تاخذ منهم يعني لخطيبته. صحيح. هلا عم يكون الاقبال عليهم كثير كبير، بالاضافه انه في رضا كثير من الزبائن الحمد لله. حلو. تماما. ريما عم نشوف عبر الفيديو قطع يمكن اكسسوارات يمكن للمناسبات، عم نشوف قطع لتزيين البيت. قديش اليوم الستات بيهتموا بهذا الشيء وقد ايه في طلب عليهم؟ اكيد هلا كل الستات عم تطلبهم بشكل عام، لانه كلياتنا بنحب يكون في عنا قطع بالبيت والوان هيك انثويه، فكتير مطلوبة الحمد لله. طيب اليوم كيف عم تقدري تسوقي لشغلك إن كان عن طريق السوشيال ميديا أو إن كان عن طريق أرض الواقع، ناس بتدرى بشغلك أو إن كان شاركتي بمعارض وبازارات؟ شو أفضل شيء حسيتي لو أنت قدرتي فعلا أنه تسوقي لشغلك لتعرفك الناس أكثر وأكثر؟ هلا افضل شيء هو البازارات، بس لسه ما بلشت فيها، ان شاء الله عن قريب رح بلش ان شاء الله. هلا الشغل كلياته عم يكون اونلاين من جروبات الواتس والفيسبوك والانستغرام، يعني كله عم يكون هلا اونلاين، بس ان شاء الله بالمرات الجايه انه رح يكون بالبازارات وعلى ارض الواقع. اكيد دائما السوشيال ميديا الاونلاين اكيد بيوفر كثير من يمكن الوصول لهذا الشيء لعملك. خلينا نحكي اليوم يمكن كل عمل شخص مشروع بيبدا فيه بيواجه شويه من الصعوبات، خلينا نحكي شوي عن الصعوبات اللي واجهتيها. اكيد اكيد باي مشروع في صعوبات. اول شيء واجهت صعوبه التسويق لانه اونلاين وهيك، فبالبدايه بتكون
فريق التسويق ضعيف يعني نوعا ما. هلا عم حاول ادارك هالموضوع ان شاء الله وانه كبر فريق التسويق وانزل كمان على البازارات ان شاء الله. طيب شو الخامات يلي عم تستخدميها؟ شو الادوات الاساسيه والقوالب اللي بتحتاجيها انت اليوم؟ وعم شوف كمان انك عم تركزي على الستان، خبرينا اكثر شو السبب. هلا في قوالب لسه انا ما استخدمتهم، انا عم حس هي الطريقه اسهل واسرع بالشغل. هلا هي ما فيها قوالب، انا عم بستخدمهم عن طريق الساتان، كرالات ساتان بقصهم بقياس معين وبستخدم الشمع او فيني استخدم الابره والخيط، بس الشمع اسهل. ريم مثل هاي القطعه اللي عم بنشوفها كمان داخل الساتان عم تستخدمي هون الستراس الاكسسوار هذا، يمكن هاي الالوان كثير حلوه. خلينا نحكي شوي عن الالوان، كيف عم تختاريها حسب الطلب او انت يمكن حسب الفصول؟ في فصول معينه الى الوان، يمكن كل شخص له الوان مفضله. يعني هي القطعه الوانها كثير حلوه، خلينا نقول ريدي هيك على الوان الهدوء والصيف. هلا مرات عم تكون حسب طلب الزبون، انه في بنات بترغب لون معين او مثلا فستانه لون معين. واكيد هلا الالوان الصيفيه يعني مثل الالوان الفاتحه كثير هلا عم تطلب بالصيف، وحسب كمان في جلسات تصوير عم تنعمل وكذا، فعم يطلبوا الوان يعني معينه. ويمكن قد ايه عم تلاحظي اليوم هدول الوردات عم يكونوا دارجين كمان على التيشيرتات على البلوز؟ قد ايه عم بيكونوا كمان مطلوبين وعم يطلعوا دارجين يعني وحلوين؟ ايه اكيد هلا عم صاير منهم كمان اكليلات للشعر، للطاولات، للبرادي، فكتير عم يكونوا مطلوبين. ما بقى وقفت بس بوكي، لا صارت بأكثر من شيء بالحياة. أكيد عم نلاحظ ريم حتى للمناسبات كتير عم ينطلب بوكيات الورد الساتان، هدول القصص يمكن لهم فينا نقولها يمكن بقولها بالعامية انه بيضاينوا أكثر من الورد الطبيعي ويمكن مطلوبين وبتضل يعني كذكرى عند الشخص اليوم. تماما، هي الفكره انه هي اختلفت عن الطبيعي مشان تضل ذكرى ومشان الواحد يهدي هديه يعني ما تخرب بعد فتره، فبهيك فيها الواحد يعيد تدويرها ويغسلها وتضل عنده. تمام ريم، يعني مع بدايه حديثنا معك خبرتينا انه انت مالك شيء مبلشي بهيدا المشروع 4 شهور، ودائما يمكن الاشخاص لما بدهم يبلشوا اي مشروع بحياتهم دائما البدايات بتكون صعبه، ممكن يكون في كثير من الصعوبات او كثير من التوتر والخوف. انت اليوم ريم كيف قدرتي تتجاوزي هي الصعوبات لتقدري تكملي وتبلشي بقوه اكثر بمشروعك؟ هلا تجاوزت الحمد لله شوي شوي. هلا في اشخاص معينين عم يساعدوني الحمد لله، وكمان فريق التسويق يعني اللي عم بشتغل معه الحمد لله عم يكبر شوي شوي، عم بقدر اتجاوز معه المشكلات اللي عم واجهها. هو دائما ريم يمكن وقت منواجه صعوبات باي عمل كان، وقت نحن بنحاول انه نتحدى هذا الشيء نحن رح نكفي ما نوقف. قديش هذا مهم هيك بالنسبه للصبايا اليوم يعني اللي عم يسمعونا، انه اليوم في صبايا عند اول عقبه بتواجههم ممكن انهم يوقفوا، قديش بيتشجعوا لما بيسمعوا هيك حالات انا واجهت كثير صعوبات وبظروف صعبه بلشت اشتغل لكن كفيت؟ ايه اكيد هلا كل واحد بيواجه صعوبات، وانا مريت بكثير قصص وكثير شغلات، بس اكيد ما رح اوقف هون وعم فكر انه طور هالشيء يعني محليا وان شاء الله لبرات البلد. كثير حلو انك عم تفكري تكبري بمشروعك، طيب اليوم ممكن نشوفك بعد فتره عم تدربي بهذا المجال؟ ان شاء الله انا عم يعني عم فكر بدرب باكثر من مكان ان شاء الله. انطلب منك كصبايا او هيك انه تدربيهم او يجوا لعندك يشوفوكي وانت عم تشتغلي، كيف بديتي ياخذوا منك شوي هذا الحافز؟ هلا انطلب مني بس اونلاين، مو انه يجوا هيك، فيعني مساعد بعض الصبايا هيك يعني مشان يبلشوا بمشروع جديد. طب خلينا نحكي عن التدريب بين الاونلاين وبين الواقع، قديش في فرق واي الافضل بالنسبه لك؟ لا اكيد الواقع احسن، الاونلاين يعني ما بيعطيك الشيء الكافي. بس اذا الواحد حط بباله واكيد بيتعلم اونلاين كمان. تمام. مثل ما تعلمت انا فينا نتعلمه، بس يعني بده يواجه شويه صعوبات يعني. تمام. بالختام ريم خبرينا شو فيك تقولي اليوم لكل صبيه عندها طموح عندها مشروع حابه تفتحه ولكن هي ممكن تكون خايفه من البدايات، شو في نصائح ممكن توجهيها اليوم لهيدا الصبايا لحتى تعطيهم حافز اكبر؟ هلا اول شيء ما يخافوا من اي شيء بيواجههم، اكيد رح يمروا بصعوبات بالبدايات بس ان شاء الله بيتجاوزوها بعد فتره. واكيد لازم حدا يساندهم ماديا ويساندهم معنويا. اكيد
اكيد نحن كمان نوجه لهم لكل الصبايا يعني. وانا مثل ما ذكرت هايدي بالبدايه انه دائما لازم يكون عندنا هاي الطاقه الايجابيه لنبدا يومنا واي شيء بيواجهنا لما بيكون عندنا هذا الحافز لحتى نمضي. اكيد بدنا نتشكرك ريم بوايكي على هدول القطع الحلوين يعني. اكيد بنتمنى لك التوفيق بمسيرتك ونشوفك محققه اللي بتتمنيه. شكرا لك. شكرا لك واكيد كل التوفيق والنجاح لك بمشروعك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. أهلا وسهلا.